وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيمكن تحدث شبهة في الذهن أنه نعبد الله ليش؟ يعني الله يحتاجنا؟ لا، يقول ما أريد منكم من رزق، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، لأن الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما يحتاجكم، فالأمر يعود لكم. إذا أنت عبدتني أنت اللي راح تتقدم، أنت اللي راح تتكامل، أنت اللي راح تصل وتصل وتصل. مثل ما طفلك، الطفل يريد يلعب بالبيت، لكن أنت تبعثه شنو للمدرسة؟ ليش؟ لصالحه هو، وتدري أنت بكرة راح تموت، لصالحه هو، لأنك تريد مصلحته ومنفعته. المشكلة في الإنسان أنه لا يفهم، يعني يتصور قيمته بدريهمات قليلة يحصل عليها. هذا أيضا درس نستفيده من الآية. أنا إذا حددت لنفسي هدف أن أكون مبلغة أم أكون مدرسة، أيضا لازم أفكر ليش أريد أكون مبلغ، حتى أشبع في ذاتي الأنا لا سمح الله، حتى تكون عندي شهرة. هدف الهدف هدف جيد هو، لكن هدف الهدف يصبغ الهدف بصبغة رحمانية أو بصبغة شيطانية. أريد أن أكون مرجع تقليد أو مجتهدة أو فاضلة أو أي شيء، لماذا أريد ذلك؟ هل لكي أتمحض في خدمة أهل البيت عليهم السلام، أو لا لكي أشبع في نفسي حب الشهرة أو ما أشبه ذلك من هذه السفاسف في الحياة الدنيا، حب الرياسة، حب الشهرة، حب الشرف على حسب الرواية، حب الذكر وما أشبه ذلك. بعد ذلك الآية الشريفة نستفيد منها مطالب. طبعا الدروس أنا يمكن 20 درس ذاكرها، من ممكن من هذه الآية الشريفة نستفيدها، ويمكن 14 مطلب، نذكر مطلبا أو مطلبين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل ليعبدون تكليف أم تشريف؟ واضح أن ليعبدون تشريف لنا وتكريم لنا وتقدير لنا وليس تكليفا. الإنسان الجاهل يتصور العبادة تكليف، بالقوة يقوم الصلاة الصبح تكلفة زحمة. أما الإنسان اللي يعرف الحقيقة شو هذا التشريف، هذا أعلى مقام تصل إليه. المثال اللي أشرنا له، إذا جبت خادم للبيت يكنس، بعدين شفت عنده قابلية، قلت أنا مستعد على نفقتي، هو فقير ما عندش، أبعثك للجامعة تصير أستاذ جامعي بعد أن تدرس. إذا هو ما عنده درك ولا شعور ولا فهم، هذا يتصور تكليف، يقول خو أكنس سهل، أما أروح أدرس الليالي أسهر وأطالع، شنو هالتكليف؟ أما إذا عنده ذرة من الدرك والشعور يعرف هذا تشريف له وتقدير له وتكريم له وفضل منك عليه. الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بعبادته فإنما هو لنا تشريف وليس تكليفا. بهذه النظرة إذا الإنسان نظر للعبادة راح يلتذ بالعبادة. ولذلك ذاك الرجل يقول في الصحراء، في قصة مفصلة خلاصتها أنه في الصحراء كان وحده مسافر، وإذا جنه الليل الظلام أقبل، فهو بحث، يبدو كان فيها صحراء هنا، يعني مو صحراء قاحلة، صحراء بعض الصحاري فيها أشجار، فبحث لقى له شجرة، صعد فوق شجرة خوفا من حيوان مفترس أو حية أو ما أشبه. يقول وإذا أشوف سواد أقبل من بعيد، إجا إلى تحت الشجرة، شاب ربما يكون شابا يعني، ويشوف شبحة، افترش الأرض وبدأ يعبد الله سبحانه وتعالى ويبكي ويتمرغ في التراب إلى الصباح، 7 ساعات 8 ساعات. احنا احيانا ساعة نعبد الله او 10 دقائق نتعب، لان شو تكليف مو تشريف، تكلفة بالقوة على رجل ما نحس بلذة العبادة بعضنا او البعيد منا. يقول إلى الصباح انشغل بالعبادة والبكاء والتضرع، واية عبادة واي بكاء واي تضرع. وبعد ذلك عندما اندلع لسان الصبح رفع رأسه إلى السماء وقال إلهي أقبل الصباح، مضمون الرواية، أقبل الصباح ولم أقضي من عبادتك وطرا. بعد ما مسوي شيء، من عند لذة العبادة 7-8 ساعات عبد الله ما يحس، ما مسوي شيء، هذه لذة، لذة المناجات يبتعد عنها ولا يدركها من يعصي الله سبحانه وتعالى. الإنسان ليعصي الله بغيبة أو كذبة أو نميمة أو نظرة لا سمح الله إلى امرأة أجنبية، الله أدنى عقوبته أن يسلب منه لذة مناجاته، يروح للسجود هم أن ينقلع من السجود. والحال أن أكو في الرواية لو يعلم المؤمن
ما يمنحه الله سبحانه وتعالى من الجلال وهو ساجد لمن فتل من سجوده ولو يعلم. مضمون الرواية: ما يغيظ إبليس، أن هذا السجود كم يغيظ إبليس. إبليس يحسد بني آدم لأنه هو طرد من رحمة الله لأنه ما سجد، وده يشوف هذا الإنسان المؤمن المسكين اللي أكو له عدو، عدو حقيقة قد حلف أن يدخله نار جهنم. إبليس أثقل شيء عليه أن يسجد الإنسان لله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كان حقيقة يعني ابتعد عن المعاصي لذة المناجات يدركها ويدرك حقيقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي تشريف للإنسان، تكريم للإنسان، لأن أسمى هدف وضع أمامك الإنسان. فد مرة هدفه، شوفوا أمثل لكم مثال الضيافة. أنتم شايفين بعض الناس يلتذ من الضيافة، عندما يجي ضيف يلتذ، شايفين خاصة العرب واللي عندهم طبع عربي ومن أشبه، وأهل القرى ربما يكون من أهل القبيل، أهل المدن شوي شوي يبتعدون عن هذه العادات، لكن أهل القرى العرب القبائل العشائر عادة صدق يلتذ بالضيف. أما واحد ثاني يستثقل الضيف، هذا شنو؟ هذا يشوفه تشريف إله، ذاك يشوفه تكليف. عندما الضيف يجي، الضيف ينزل برزقه ويذهب بذنوب أهل البيت، مع قطع النظر عن هذا المفهوم السامي. أصلا بعض الناس يلتذ بالضيافة وبالاستضافة، هذا يعرف يعني شنو الضيافة، أما ذاك ما يعرف، لا يرى منها إلا التكليف. الله سبحانه وتعالى عندما نعبده فإن عبادته هي محض التشريف، بل هو لطف من الله. ونحن شنو قيمتنا؟ حتى الله يقول تعال خاطبني مباشرة. الإنسان يريد يأخذ موعد من وزير ما يعطوا موعد، كثير من الناس هكذا، يريد من الأمير أو الملك يطلب موعد ما يعطوا موعد، يروح يتكلم مع حتى الشرطي يمكن الشرطي ما يدير لبال. الله سبحانه الخالق يقول، هو يقول يا جماعة تعالوا اعبدوني، تكلموا معي، ناجوني. احنا نقول لا، ما نحتاجك احنا.